هم أكو هنا إشكال باعتبار أن منهج الوزارة اللي قدمه السيد السوداني يؤكد وجود انتخابات مبكرة، فإذا تم هناك تلاعب بالألفاظ وتغيير الإرادة السياسية التقليدية على أساس المنهاج وعلى أساس الرغبات العراقية فهي كارثة، وهذا معهود إلى من قبل أحزاب السلطة. لكن تسألني حضرتك بأن مدى التأثير الرافض لمجالس المحافظات، أولاً سيعطي بدليل واضح بأن الأحزاب التي تسمى أحزاب إسلامية بأنها أحزاب لا تمثل الإسلام بشيء، باعتبار أنها ضربت الإرادة الحكيمة أو الطرح الحكيم اللي مثل فيه سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام الله الوارف حينما دعا إلى وجوب التغيير وإحلال قانون يمثل إرادة الجماهير بشكل عادل ومنصف. فضرب الأحزاب التقليدية أولا للمرجعية العليا بشكل مباشر يؤكد بأنها هذه الأحزاب طالما هي مرفوضة تباعا وفق سياسات المحاصصة فهي بالتالي عمدت إلى كسر إرادة التصريح المرجعي، فبالتالي لا يمكن أن تتبنى المشروع.